اما من جهة الجمع لاجل القديسين بعد ما اتكلم في كل مشاكل الكنيسة بقى وكل الانقسامات بتاعت الكنيسة بكون ويجي تملي في الاصحاح الاخير ويكتب التوصيات العملية. طيب دي مشاكل موجودة في الكنيسة، لكن دور الكنيسة بالنسبة للاخرين ايه؟ دوركم انتوا يا اهل كورنثوس بالنسبة للاخرين. وكانت في خدمة معينة بيحبها بولس جدا جدا، اللي هي خدمة انه يجمع من الكنائس ويدي للايه؟ للفقراء. وبيعمل العملية دي كتير، يجمع من كنائس العالم كلها ويودي للفقراء بتوع اورشليم. فبيقول اما من جهة الجمع، يعني جمع الاموال لاجل القديسين ويسمي الفقراء دول قديسين، فكما اوصيت كنائس غلاطيا هكذا افعلوا انتم ايضا. وبيديهم خدمة تدبيرية، كان اداري ممتاز، يعني يعرف يمشي حتى امور هذه الحياة. في كل اسبوع يضع كل واحد منكم عنده خادما ما توكل حتى اذا جئت لا يكون جمع حينئذ. يعني مش لما اجي اصلكم تبتدوا تدوروا طب نجيب ايه هدية نقدمهم للقديسين ونبتدي نجمع، لا، يقول كل واحد كل اسبوع يحط عنده خادما ما تيسر. وكلمة ما تيسر دي يعني كلمة كبيرة قوي، مش العشر ولا الخمس، لا، اللي انت عايز تديه، ومش بس اللي تقدر عليه، اللي انت عايز تديه يسير بالنسبة لك وتقدر تسيبه. ومتى حضرت فالذين تستحسنوهم ارسلهم برسائل ليحملوا احسانكم الى اورشليم، وان كان يستحق ان اذهب انا ايضا فستذهبون معي. واذا كان الموضوع يحتاج ان انا اروح بنفسي لاورشليم هروح معاهم. كانت خدمة الفقراء دي من اعظم الخدمات اللي كان بولس الرسول تولي باستمرار يشتاق اليها، لدرجة ان سماها اسامي كتيرة. يعني لما تقرا الرسائل تلاقوا خدمة الفقراء دي بيسميها مرة احسانا، او بحسب الكلمة اليونانية خاريس، يعني الاحسان ده الحاجة اللي الانسان بيديها مش غصب عنه ولكن بفيد من الحب. يسميها مرة تانية كونونيا، كونونيا يعني شركة، المشاركة ما بين الناس بعضيها وبعض. تملي الانسان يحب يسأل نفسه سؤال، ماذا يمكنني ان احتفظ به؟ ايه اللي ممكن اشيله؟ لكن لا، يبقى السؤال ايه اللي ممكن اديه؟ او يسموها ديكونية، ديكونية يعني خدمة. ساعات الانسان ما يقدرش يخدم الاخرين يروح لحد عندهم، لكن يقدر يبعت فلوس وتخدم الاخرين، عشان كده بيسموها ديكونية. بيسموها بركة او الوجية، وهي دي اللي بناخدها في نهاية القداس. كلمة الاربان اللي بناخدها بقوله بركة ابونا، يسموها الوجية يعني عطية. يسميها صدقات او يسميها بر، يسميها قرابين او ذبيحة بروسفورة، يسميها لوجية مش الوجية، لوجية بمعنى ان الواحد بيجمع جمع اضافي لاكثر مما يطلب منه. كل اسامي دي تلاقوها في رسائل بولس الرسول. وسبي اليكم متى اكتست بمكدونية، بيقولون ان جايلكم لما اجي شمال اليونان اللي هي مقاطعة مكدونية، لاني اكتست بمكدونية وربما امكث عندكم او اشتي ايضا لكي تشيعونني الى حيثما اذهب. حاجة وعد عندكم الشتاء، لاني لست اريد الان ان اراكم في العبور، يعني مش عايز اشوفكم كده بسرعة، لاني ارجو ان امكث عندكم زمانا ان اذن الرب، عايز اقعد معكم وقت، ولكنني امكث في افسس الى يوم الخمسين. والمكان اللي كتب منه الرسالة ده يقول لنا ان كتب بهذا الوقت كان في وقت الربيع. لا
موقنا فتح لي باب عظيم فعال، ويوجد معاندون كثيرون. شوفوا بولس الرسول يقول لما يلاقي حد بيعنده يعرف على طول ان ايه، ها، الخدمة اشتغلت اشتعلت، فيقعد مش يطفش. اتفتح لي باب عظيم للخدمة وفعال، معنى ان الناس بتعاند وبتقاوم، ان في ناس بتتغير، انها تبدأ تتحرك. عشان كده يضطر يقعد في افسس لحد ما يثبتهم في الايمان. ثم ان اتت مساوس فانظروا ان يكون عندكم بلا خوف. لدي دي مساوس كان شاب صغير فبيوصي عليه يعني عشان ما يستهنوش بيه، حدش يضايقه، لانه يعمل عمل الرب كما انا ايضا. يعني يقبلوه زي ما تقبلوني، لانه قيمته مش في سنه، قيمته في العمل اللي هو بيعمله زي ما انا بعمله، واحنا الاثنين بنعمل عمل الرب. اعظم حاجة ان الانسان يشتغل مع ربنا. فاكرين في الاصحاحات الاولانية لما بيقولون بولس وابولس نحن عاملان مع الله؟ ده يمكن واحد فيكم لما بيحضر دكتوراه ويشتغل مع دكتور مشهور يقول لك ده انا اشتغلت مع فلان، فكيف وكم يكون العمل مع ربنا؟ فلا يحتقر احد بل شيعوه بسلام، ليأتي الي لاني انتظره مع الاخوة. واما من جهة ابولس الاخ، ده اللي كان عمل في الاول انقسام بايه بسبب، وقالوا احنا لبولس، وناس تانية قالت احنا لابولس. فطلبت اليه كثيرا ان يأتي اليكم مع الاخوة، ولم تكن له ارادة البتة ان يأتي الان، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. شوفوا بقى اللي كانوا عايزين يعملوا فريقين. شوفوا موقف بولس وموقف موقف بولس. بولس عايز يبعث لهم اللي بينافسه، مش بيخطط انه ما يروحش هناك عشان يستريح من وجع دماغه، لا ده بيقول له روح. وشوف موقف ابولس، ابولس شاف ان ممكن يحصل بسببه مشكلة فمش عايز يروح. ادي المحبة المسيحية، مش الخادم ده يقول لك ده بقطع رجل الخادم التاني عشان ما يجيش هنا. فرق كبير جدا بين الصراعات بين الاثنين. بولس بيزق بولس انه يروح وبولس مش راضي. ادي المحبة لما تبقى ان بولس ما بيشتغلش لحسابه وابولس ما بيشتغلش لحسابه. اصهروا، اثبتوا في الايمان. كل الحياة دي المجد المعد ده لينا، فيحتاج منا ان احنا نبقى فهرانين وثابتين. كونوا رجالا، هو متعلق في الرجال، لان الرجال ينبغي ان تكون صفاتهم الالتزام. اللي عايز يبقى سالك في الطريق الروحي لازم يكون انسان ملتزم، مش انسان مزاجي هوائي عايز يعمل مش عايز ما يعملش. تقوى الالتزام ده عايز قوة، خد القوة ده هي من ربنا. وبعدين قال في غاية الجمال تلخص كل حاجة، لتصل كل اموركم في محبة. كل الامور وكل الحياة عشان تقدر تعرف اعمل ده ولا ما اعملهوش، شوف ان العمل اللي هتعمله ده يريد من المحبة ولا هو ضد المحبة. واطلب اليكم ايها الاخوة، انتم تعرفون بيت استفانوس انهم باكورة اخائية. باكورة يعني اول الناس اللي امنوا في اخائية، لكن شوفوا بيديهم نفس اللقب بتاع المسيح، المسيح باكورة الراقدين. وكأنه في سر جميل جدا ان هم دول كمان بقوا هم البكورة اللي قدمت لله في اخائية. اخائية دي جنوب اليونان، مقدونية دي شمال اليونان، اخائية جنوب اليونان. وقد رتبوا انفسهم لخدمة القديسين، ناس جهزوا نفسيهم وعدوا نفسهم ان هم يخدموا الفقراء. خدمة الفقراء دي من اعظم واجمل واروع الاعمال اللي ممكن الانسان يعملها. كي تخضعوا انتم ايضا لمثل هؤلاء، وكل من يعمل معهم ساعدوهم ويتعب. ثم اني افرح بمجيء استفانوس وفرتوناتوس واخائيكوس
لان نقصانكم هؤلاء قد جبروه. قصد نقصان خدمتكم ان انتم ما تعملوش حاجة دول عوضوا. اذ اراه روحي وروحكم. جميل على الانسان يقول ان هو يريح ارواح الاخرين. فاعرفوا مثل هؤلاء. قدروهم او اديهم حقهم. تسلم عليكم كنائس اسيا. لانه كان في افسس وافسس دي في اسيا. يسلم عليكم في الرب كثيرا اكلة ودرسكلة مع الكنيسة التي في بيتهما. شخصية اكلة ودرسكلة دول من الشخصيات الرائعة جدا. رجل وزوجته. وكانوا من صناع الخيام. وبولس اتعرف عليهم ونقلوا من اماكن كتيرة جدا وكرزوا في اماكن كتيرة. لكن الصفة المميزة باستمرار لأكلة وبرسكلة ان ما من مكان يروحوه وما من سفر يسافروه الا وبيتهم يبقى كنيسة. مكان مجتمع فيه الناس علشان تصلي. فكان المسيح دايما هو ضيفهم الغير منظور. لما حد كنيسة. نموذج للبيت المسيحي اللي المفروض يبقى المسيح هو الضيف الغير منظور الموجود دايما فيه. يسلم عليكم الاخوة اجمعون. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. ودي كانت تحية المحيين. ومنها خدناها كطقسة القداس. ان الانسان ما يقدرش ينال سر التقديس. وقبل ما يحصل حتى التقديس لازم يقول الكاهن او لازم اسف يقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا والناس تقبل قبلة الايه المصالحة. قبل ما نقدم الذبيحة لازم تبقى فيه مصالحة. وكان دي طقس الكنيسة من الاول. السلام بيدي انا بولس. لان كان سوستنيس هو اللي بيكتب الرسالة. لكن بولس بيجي يكتب السطر ده بنفسه عشان يقولهم انا بايدي بكتب لكم السلام اهو. ان كان احد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن اناثيما. فليكن محروما. وما قالش ان كان احد لا يصلي او ان كان احد لا يصوم. كان احد معرفش يعمل ايه. ان كان احد لا يحب. في اخر كلمة بيقولها لهم ويوصيهم على المحبة. لان المحبة هي رباط الوحدانية. وكانت الكنيسة دي بتعاني من ايه بالانقسامات الكتيرة. في التبعية وفي السلوكيات وفي الاراء وفي كل حاجة. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. آسى. مارن آسى. ماران آسى بمعناها الرب مجيء. دي كلمة أرامية. الرب قريب. يعني ربنا جاي. ودي أيضا كانت تحية المسيحيين في العصور الأولانية. يعني واحد مسيحي لما يشوف واحد تاني يقول له مارن آسى. يعني الرب قريب. لأن كانت كل الناس مستنية مجيء المسيح. وكانت تعتبر ككلمة السر اللي يعرفوا بيها ان هو مسيحي. ماران آسى الرب قريب. كانوا عايشين هذا الفكر احساس ان ربنا قريب جدا منهم. لحد دلوقتي بعض الكنائس لما تيجي تصلي بعض الطوائف وتيجي تصرف الشعب ما تقولش سلام الرب يكون معكم امضوا بسلام بس. لكن اخر كلمة لازم يقولها ماران آسى. عشان يمشي كل واحد من العبادة وهو في ذهنه ان ربنا قريب. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. تحية بردك اللي بقت تحية الكنيسة وصرف الشعب. محبتي مع جميعكم. وكأن ده تعليق يعني في الاخر كده. ان كنت قسيت عليكم وكلمتكم بشدة وقلتلكم بعصا لكن محبتي هي اللي معاكم في المسيح يسوع. وانا بقدم لكم المحبة دي في المسيح. وحتى لما بقدم لكم الشدة دي مش من اجل شيء. لكن انا بقدم من اجل المسيح. كان في مشاكل في هذه الكنيسة. لكن الشطارة ان احنا ما نسيبش المشاكل تتفاقم ولا ننكر وجود مشاكل. لكن ان احنا نحلها ونحلها على اساس المحبة
والوحدانية، وده اللي قدر يحققه بولس. في حد يحب يعلق على حاجة؟ تفضل.